العروسي، نائب الرئيس ديال النادي الدولي ديال السيارات العتيقه هنا في مدينه طنجه. انا مقيم في الديار الامريكيه وكنظموا دي غالي تما في امريكا، وبغينا نحييو مره ثانيه هذا لي غالي كلاسيك في طنجه، حيت هي معروفه بهذا لي غالي كلاسيك، ولكن مؤخرا ما بقيناش كنشوفوهم، دونك بغينا نحيوهم. وعندنا واحد 40 سياره مشاركه ان شاء الله معنا في هذا لو غالي اللي غتكون الانطلاقه ديالهم من مدينه طنجه. غنمشيو للشاوان، مولاي يعقوب، فاس، السعيديه، الحسيمه، تطوان، وغنرجعوا لطنجه. كاين معنا واحد 10 دول اللي مشاركه معنا هنا. الهدف ديال هذا لا بروميير اديسيون ديال الرالي دمروكو كلاسيك هو السنه المقبله ان شاء الله المسيره الخضراء، لو 50 انيفيرسير ديال المسيره الخضراء. غنديروا الانطلاقه ب 50 سياره من مدينه طنجه في اتجاه الداخل ان شاء الله. وحنا كما كنبغيو بلادنا على داك الشيء كنبغيو نبينوا للسياح، وبغينا نجلبوا اكثر من السياح اللي يشاركوا معنا ان شاء الله السنه المقبله. هذا لو غالي عندنا ان شاء الله عندنا واحد 15 سياره مشاركه من 10 دول اوروبيه، امريكيه، وامريكا اللاتينيه. ان شاء الله العام اللي ماجي غنجيبوا اكثر ان شاء الله باش يشاركوا معنا. واخترنا هذا الموقع هذا بالخصوص على الجماليه ديالو، هذه هي الواجهه ديال طنجه بالخصوص للناس اللي كيجيو بالباطو من اسبانيا ولا شي حاجه كيشوفوا، هذا هو المنظر الاولاني اللي كيشوفوا. معكم حسام قروق وباسيوني باغ لي فواتور كوليكسيون. انطلاقه غتكون ان شاء الله من طنجه، وكاين التور ديال الشمال. هذا الرالي هذا كيتنظم كل 50 عام، وعندنا الشرف نشاركوا فيه. يعني هذه الهوايه ديال السيارات العتيقه ماشي هوايه عاديه كيف ما كنقولوا، حيتاش الناس قلالين اللي كيعجبهم الطوموبيلات هادو، و يعني قليل اللي كيضحي نقولوا حنا بطوموبيلات جدادين باش يشوف هاد الطوموبيلات هادو قدامين، واخا هما احسنوا بزاف.